متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير وصحة. نقدم لكم نشرة أحوال الجوية المتعلقة بيوم الغد في عموم مناطق المملكة. نبدأ معكم توقعات الليلة القادمة في العاصمة عمان. بمشيئة الله تكون الأجواء غائمة جزئيا بسحب على ارتفاعات مختلفة، في معظمها سحب متوسطة وعالية مع وجود احتمالية ضعيفة لأن تشهد بعض مناطق العاصمة هطولا لنقاط أو أمطار محلية في بعض منها، ولكن في مناطق عشوائية ومحدودة. درجة الحرارة الصغرى متوقعة بحدود 17 درجة مئوية، كذلك حال نسبة الرطوبة بحدود 60%، وبدء نشاط تدريجي على الرياح الشرقية مع رياح معتدلة السرعة إجمالا بحدود 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة. نبدأ معكم توقعات الغد، نبدأ معكم بالمنطقة الشمالية. توقعات ببدء تدريجي لتأثير أحوال جوية غير مستقرة في مقدمة للجبهة الهوائية الباردة عالية الفعالية التي متوقع أن تعبر مع ساعات الليلة القادمة. إذا مع ساعات النهار هنالك تأثير لأحوال جوية غير مستقرة في مقدمة هذه الجبهة، بحيث تتكاثر تدريجيا السحب على ارتفاعات مختلفة لتكون ركامية رعدية في بعضها، وتتهيأ الفرصة في عديد من المناطق الشمالية لهطول زخات رعدية متفاوتة الشدة من الأمطار بمشيئة الله تعالى، مع درجات حارة أقل من يوم الأربعاء لكنها لا تزال مرتفعة نوعا ما، مع عظمى متوقعة ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية في عموم المنطقة الشمالية. ننتقل معكم أيضا إلى المنطقة الوسطى، توقعات أيضا بأن تتكاثر السحب الركامية الرعدية في أجزاء متفرقة منها على فترات متفرقة خلال ساعات نهار غدا الخميس، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية رعدية الطابع من الأمطار مع درجات حارة تقريبا في بداية العشرينيات درجة مئوية، وتنخفض أقل من ذلك حال هطول هذه الأمطار. لكن نلاحظ معكم منطقة البحر الميت العظمى لا تزال متوقعة بحدود 30 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا وحصول أتربة مثارة بفعل نشاط تدريجي للرياح الشرقية حتى في منطقة البحر الميت، حيث لا يفضل السباحة في مياه البحر نظرا لارتفاع الأمواج المتوقع في منطقة البحر الميت. التوقعات الخاصة بجنوب المملكة أيضا الفرصة متاحة في جميع هذه المناطق لأن تبدأ باستقبال زخات رعدية من الأمطار كأحوال جوية غير مستقرة في مقدمة الجبهة الهوائية الباردة. ليلا تنتظم الفعالية الجوية في المنطقة الجنوبية قبيل باقي المناطق، مع ساعات المساء بمشيئة الله ينتظم هطول الأمطار الرعدية فيها، ويحذر من تشكل وجريان السيول في الأودية في تلك المناطق. درجات حرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 أو 19 درجة مئوية إلى حدود 20 درجة مئوية، أقل من باقي مناطق المملكة لكنها نوعا ما أعلى من معدلاتها المفترضة في مثل هذا الوقت من العام. العقبة العظمى فيها أقل من مناطق البحر الميت والأغوار بحدود 25 درجة مئوية على أن تستقبل أمطار رعدية منتظمة مع ساعات مساء الغد بمشيئة الله، والفرصة أيضا سامحة مع ساعات نهار الغد لهطول أمطار رعدية فيها وتحذيرات من تشكل وجريان السيول في إقليم العقبة. أيضا المنطقة الشرقية تتهيأ الفرصة فيها لهطول زخات رعدية الأمطار حتى مع ساعات نهار الغد قبيل وصول الجبهة الباردة لها متأخرا مع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة، مع درجات حارة تقريبا في بداية العشرينات درجة مئوية. نود أن ننوه لأن هنالك توقعات بعاصفة غبارية مع ساعات مساء وليلة الغد الخميس على الجمعة فوق العديد من المناطق والمدن الأردنية، ترتفع معها هبات الرياح إلى أكثر من 100 كيلومتر في الساعة مع تحذيرات من تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية قبيل هطول الأمطار الرعدية المنتظمة في عموم مناطق المملكة. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.